طيب هو السؤال يقول كيف نقول عن الشيعة إنهم مسلمون وهم يطعنون يقولون بتحريف القرآن ويطعنون في عرض عائشة ويدعون غير الله وغير ذلك من الكفريات؟ هو بغض النظر عن الشيعة والسنة حنا عندنا قاعدة، من قال إن القرآن محرف فهو كافر، انتهينا. من قال في عرض عائشة، حنا نتكلم عن عرض عائشة، نتكلم عن عرض الرسول اللهم صل وسلم عليه، فمن تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فهو كافر، من دعا غير الله فهو كافر، من عبد غير الله فهو كافر، هذه قاعدة بغض النظر عن من قالها. فكل إنسان ثبت عنه أنه قال شيئا مما ذكرت فهو كافر، انتهى الأمر. يعني هل يلزم أن كل إنسان يقول هذا الكلام، كل إنسان شيعي مثلا يقول هذا الكلام؟ ما يلزم، لكن نقول من قال هذا الكلام فهو كافر، سواء كان شيعي سني أي أحد، الكلام كفر بغض النظر عن قائله. وضحت؟